النهاية تقترب، أمواج عاتية في مياه عربية، والطبيعة يجن جنونها. ليس هذا فحسب، المنطقة العربية ستشهد يوما تهتز الأرض فيه اهتزازا لدرجة أننا سنرى مشاكلنا بسيطة أمام هول ما يحدث. بعد كأس العالم وعلى حين غرة، كل هذا سيحدث. فنان من أشهر المشاهير يفارق الحياة، اختفاء وغياب 4 أسماء لشخصيات كبيرة بما فيها بلاد فارس، مواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل سيستخدم فيها الحزب كل أنواع الأسلحة، ماء زمزم يخطف الأضواء عالميا، وابن سلمان يصارع موجا يحيط بمملكته، بينما تصل شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى قلب الحكم في لبنان، والجحيم يشرع أبوابه لماليتها. يبدو أننا موعودون بشتاء ساخن ومرعب، فهل ستصدق توقعات الفلكي اللبناني ميشيل حايك؟